وجاءت الحديث أن المذر في علمه مع الكرام البررة، وجاء عن نبينا الأواه حملة القرآن أمر الله، لأنه كلامه المرفع وجاء فيه شفيع مشفع، وقالت في فضله أثار ليس التافي بحقها أسفار. فلنكتفي من هذه ما ذكرنا، ولنصرف القول لما قصدنا من نظم مقرأ الإمام الخاشع برأي المدني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، في باب الإضافة بقي لنا بيت واحد من هذا الفصل وهذا الباب، ثم ندخل بحول الله تعالى وعونه في لياءات الزوائد. آخر البيت فيما يخص باب الإضافة هو قول الناظم: ويا محياي وورش اصطفى في هذه الفتح والإسكان روى. قال: ويا محياي، يعني مما أسكنه قالون يا محياي، يا محياي، وهي في آخر سورة الأنعام في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فمن جملة الياءات التي أسكنها قالون وهي معدودة في ياءات الإضافة السابقة، هذه الياء أسكنها قالون، وهي المكملات المتممات المتممة للتسع التي سكنها قالون والتي خالف فيها ورش، خالف فيها ورشا، إلا أن هذه الياء ومحياي لقانون له الإسكان فقط كسائر الياءات المتقدمة. وأما ورش فله وجهان فيها: له الإسكان كقالون ومحياي ومماتي لله، وله وجه آخر وهو فتح هذه الياء: ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ورش له وجهان: الإسكان والفتح. وجه الإسكان كقالون، ووجه الفتح انفرد به ورش، انفرد بوجه الفتح. لهذا قال الناظم: ويا محياي، يا مفعول مقدم، والفعل دال على الكلام المتقدم، ويا محياي، أي وسكن قالون من يا محياي أيضا. قال: وورش اصطفى في هذه الفتحة، ورش اصطفى أي اختار في هذه فقط، المقصود في هذه أيام حياية فقط، اختار ورش الفتح. قال: والإسكان روى، أي وروى ورش عن نافع الإسكان، أي إسكان الياء. فهذه مما اجتمع فيها الاختيار والرواية، الاختيار والرواية.
إذا اجتمع الاختيار والرواية فالمقروء به هي الرواية، إذا يعني خالف الاختيار الرواية النقل يعني، فالمأخوذ به هو الرواية. كان اختيار ورش الفتح، طبعا الاختيار المجرد عن الرواية، يعني إذا كان الاختيار ليست معه الرواية، أما إذا كان الاختيار معه الرواية فيكون الوجهان صحيحان، لكن لو كان الاختيار منعزل عن الرواية والوجه الآخر معه الرواية، فالوجه يعني الراجح والمقروء به هو الوجه الذي معه الرواية. إذا قلنا الرواية يعني النقل القراءة، ولهذا الناظم قال وورش اصطفى في هذه، أي اختار في هذه الفتحة، أي ورش اختار الفتحة في ياء محيايا. قال والإسكان روى، أي وإسكان الياء رواه ورش، إسكان الياء رواه ورش عن نافع. إذن في هذا الكلام كلام الناظم رحمه الله أن الفتح هو وجه اختياري لورش، وأما الإسكان فهو الرواية. ومن هنا من هذه الأمور التي ذكرها الناظم وذكرها غيره ونص عليها الإمام الداني وذوي الأئمة على أن الإسكان رواية، رواية ورش عن نافع، وأما وجه الفتح فليس فيه رواية. من هنا يعني قرأنا نحن نقرأ لورش بوجه الإسكان، بوجه الإسكان، حتى يعني نكون على ما قلناه يعني هذا، وأنه إذا اجتمع الاختيار والرواية وكان وجه الاختيار منعزلا عن الرواية، أي ليست فيه رواية، فالمقروء به هو الوجه الذي معه الرواية. كهذه ورش اختار، أي اصطفى اختار الفتح، لكن هل رواه عن نافع؟ لا، لم تثبت رواية عن نافع، إنما اختار هذا الوجه، وجه الفتح، لأنه في اللغة، في اللغة هو يعني الوجه المقدم في اللغة، يعني من حيث اللغة العربية أن وجه الفتح هو الذي عليه أهل اللغة، وأن وجه الإسكان هذا عليه قلة من العرب، قلة. وتعليل هذا يعني الفتح يعني التجرد عن يعني الخروج من الإسكان الذي هو رواية إلى وجه الفتح، قالوا لأن محياي لاحظنا فيها الجمع بين الساكنين، الألف ساكن والياء ساكنة، الياء ساكن، الياء ساكنة، الألف ساكن والياء كذلك ساكنة، فهذا هو الجمع بين الساكنين. قالوا والجمع بين الساكنين من غير أن يكون الأول مدغم هذا ضعيف في اللغة، يعني إذا اجتمع الساكنان وكان الأول غير مدغم في الثاني ففي اللغة من حيث اللغة هو ضعيف، ضعيف. وأما إذا أدغم الساكن في المحرك فهذا وارد في اللغة، بحال دابة، حاد الله، شاق، من يشاق الله، فاجتمع هنا ساكنان الألف يشاق والقاف المدغم في القاف، القاف المدغم في القاف هو ساكن، كذلك دابة أصلها داببة، فأدغم الباء الساكن دابة، فأدغم الباء الساكن في الباء المتحرك فاجتمع ساكنين الألف الذي قبل الباء والباء الساكن لكنه مدغم، بخلاف محياي لأن الألف لا يدغم، الألف لا يدغم ولا يدغم فيه لأنه حرف ليين مد ضعيف
لا يدغم وليس له مكان معين حتى نثبت مكانة ثم ندغم فيه أو يدغم فيه، ليس له مكان، فهو يخرج من الجوف. ولهذا أحرف المد لا تدغم ولا يدغم فيها، أحرف المد الآليف والواو والياء، ما رأينا الياء يعني حرف مد أدغمت في الياء، هل في يوم، في هذه ياء ساكنة، يوم التقت ياء معايا. والقاعدة أن المثلين إذا اجتمعا يدغم الأول في الثاني إذا كان الأول ساكن، لكن في يوم لم يدغم. لماذا؟ لأن الياء هنا حرف مد لا تدغم. كذلك قالوا وهم، قالوا وهم، الواو ساكن قالوا والواو التقى مع واو فلم يدغم. لماذا؟ لأن الواو الأول حرف مد ساكن، فأحرف المد لا يدغم ولا لا يدغم فيها ولا تدغم أيضا هي في غيرها. من جملتها ومحياي، الألف ساكن والياء ساكنة، فقالوا هذا في اللغة ضعيف، هذا في اللغة ضعيف. لكن كما ذكرنا عدة مرات أنه إذا ثبتت الرواية أي القراءة والنقل، وكان وجه هذه الرواية الثابتة يعني وجه ضعيف في اللغة، فلا يلتفت إلى ضعف هذا الوجه في اللغة، لا يلتفت إليه، بل المعتمد هو الرواية، هو النقل، هي القراءة. ولهذا كثير من أوجه القراءة من حيث اللغة هي ضعيفة، ضعيفة في القياس أو كذا، لكن من حيث الرواية هي صحيحة. فالوجه الذي نقرأ به ولا نلتفت إلى ضعفه في اللغة هو ما ثبت في الرواية، لأن الرواية رواية فلان عن فلان عن فلان، ويعني اللغة هي أقايس، أقايس كثير من المسائل الثابتة في اللغة هي أقايس، أي قسنا هذا على هذه وهذه على هذه، فإذا خالفت القياس مثلا مفردة أو كذا أو لفظ خالف القياس وثبتت الرواية به، فالمعول دائما على الرواية في القرآن وكذا، حتى في الحديث، حتى في الحديث إذا خالف يعني لفظ الحديث المضبوط عن الرواة وعن الثقات خالف وجه اللغة، فالمعمول به هو يعني الرواية، كقول في الموطأ للإمام مالك النبي صلى الله عليه وسلم كان محرما و صحابي صاد حمارا وحشيا، صاد حمارا وحشيا، فأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحمار، لأن حمار وحش حلال، الحمار الساكن في الفيافي والصحراء هذا حلال، إنما الحمور الأهلية يعني الحمور الأهلية هي التي حرم الله تعالى لحمها، أما الحمور الوحشية فلحمها حلال. فلما صاد هذا الصحابي وهو الصعب بن جثام الليثي رضي الله تعالى عنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم لحما من هذا الحمار، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لم نرده عليك، لم نرده بضم الدال، ولكن قواعد اللغة إنا لم نرده يعني لم نرده، لأن الفعل المضاعف إذا اتصل به الساكين فيعني يفتح حال من يرتد في قراءة وهكذا ومن يتعدى حدود الله، ولكن جاء في الحديث في الضبط بضم الدال إنا لم نرده عليك، فهذا يخالف يعني القاعدة يعني التي ذكرناها، ولكن الحديث ثابت وضبطه ثابت، وإن كان بعض علماء الحديث قالوا هذا ضبطه غلط وإنما ضبطه بالفتح، ولكن هذا لا يعول عليه لأن اللفظ الثابت عن الأئمة منهم الإمام مالك رحمه الله، وأن في كتابه الموطأ إنا لم نرده عليك بفتح بضم الدال وهكذا. فمن جملة هذه الأمور التي يعني ذكرناها وكذا وغيرها هي أن ويا محياي يعني اجتمع فيه ساكنان، فاجتماع ساكنين من غير أن يدغم الأول في الثاني ضعيف في اللغة، ضعيف في اللغة. فخروج ورش واختياره الفتح من هذا القبيل، أي أنه لما رأى الياء ساكنة والألف ساكن وهو رواية
رواية عن شيخه ما اختار الفتح من اختياره، لكن اختيار ورشين يعني كيف خرج عن الرواية واختار يعني وجه الفتح، اختار وجه الفتح. احتمالات كثيرة. أولا أن الفتح ثابت عن القراء السبعة، القراء السبعة جميعا ستة قرأوا بفتح الياء، ابن كثير وأبو عامر وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، هؤلاء جميعا قرأوا بفتح الياء مثل الذي اختار ورش. إذن فوجه الفتح أيضا صحيح، لكن كون ورش أنه لم يرويه عن شيخه يعني لم يقرأ به عن شيخه نافع، فيكون هذا الاختيار يعني له وجهون، اختيار ورش الفتح له وجهون. لو لم يقرأ به أي قارئ، يعني ما ثبت أي قارئ قرأ بفتح الياء مثلا، فهل يعني ينبغي لورش أو غيره من القراء أن يختار؟ لا يمكن. إنما اختار ورش الفتح في هذا لأن يعني القراءة ثابتة، أو احتمال أنه قرأ على غير نافعين بالفتح يوجه الفتح، ولكن لم تصلنا الرواية لأن ورش قرأ في مصر انتقل قرأ في المدينة على نافع، رحل من مصر إلى المدينة فقرأ على نافع ثم عاد إلى مصر في ذلك الزمان، فلعله قرأ يعني على شيخين أو كذا بوجه الفتح، لكنه لم ينقل لنا هذه القراءة. فعلى أي حال فاختيار ورش لفتح الياء في قوله تعالى ومحياي له يعني له مخرج من حيث القراءة لا من حيث اللغة فقط. كل هذا يعني أهل المغرب يعني لم يلتفتوا إلى ما اختاره ورش وجه الفتح، إنما اختاروا وجه الرواية، أي بما أن ورش قرأ على نافع بالإسكان فكذلك نحن نقرأ بالإسكان، وقرأ تلامذة ورش على ورش بالإسكان، منهم أبو يعقوب الأزرق الذي نقرأ به نحن بروايته، ثم سمع من ورش الفتح، فكان هذه الأمور أي وجه الفتح لا نقرأ به نحن، لأن نحن متبعون للرواية. وبهذا يعني علماؤنا رحمة الله عليهم كانوا يحققون المسائل، فالرواية هي المعتمد في القراءة، وليس يعني ما يأتي به الاختيار أو ما يأتي به وجه اللغة وإن كان صحيحا أو كذا، لا أسلك سبيل ما رواه الناس هذا وإن ضعفه القياس. ابن مري رحمه الله يقول أسلك سبيل ما رواه الناس أي ما رواه الآئمة هذا وإن ضعفه القياس، أي وإن كان ضعيفا في القياس أي في قياس اللغة، وإن كان ضعيفا فاسلك غيره لأنه مروي عن الآئمة. والشاطبي يقول وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلا، وما لقياس في القراءة مدخل أي لا مدخل للقياس في القراءة إلا ما ورد به كما ذكرنا في تفصيل هذا الكلام، وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلا، أي خذ ما يعني ما تكفل به الآئمة وما رضيه الآئمة فهو كفيل لك، أي يكفيك وكفيل لك، فدونك ما فيه الرضا متكفلا. على أي حال محياي لورش فيها الإسكان وهو الوجه الذي نقرأ به، وله وجه الفتح هذا لم نقرأ به إلا إذا قرأنا العشر لنافع، لأن كثير من أوجه القراءة سواء من هذا أو غيرها بالنسبة لورش أو بالنسبة حتى لقالون أو كذا، فإذا قرأنا بالإفراد لورش يعني أفردنا رواية أبي عقوب عن ورش
فنقرأ بوجه واحد. فإذا سرنا نقرأ العصر لنافع، لأن هذه العصر يعني فيها روايات عدة، فنقرأ بالوجهين، نقرأ بالوجهين، أو ربما نقرأ بالأوجه الثلاثة عن مثلا إذا كان في المسألة ثلاث أوجه، فإذا قرأنا لوجه نقرأ بوجه واحد، وإذا جمعنا العصر نقرأ بالأوجه الثلاثة، وهذا موجود كذلك بوجه الإمالة تقليل ذوات ليا. فإذا أفردنا لورش نقرأ بوجه واحد وهو تقليل الإمالة موسى وعيسى إلى غير ذلك. فإذا قرأنا العصر نقرأ لورش بالوجهين، أي بالفتح بالإمالة وبالتقليل وهكذا. فمن جملة هذه المسائل التي ذكرناها وهو أنك إذا قرأت لورش بالإفراد فلا تقرأ إلا بوجه الإسكان فيه ومحياي. فإذا قرأت العصر جمعت العصر فلا بد أن تأتي بالإسكان أولا ثم تثني بوجه الفتح لورشين، تثني بوجه الفتح لورشين حتى تجمع بين الاختيار بين الرواية والاختيار، حتى يكون الجمع بين الاختيار والرواية. لكن ابن غازي رحمه الله لما ذكر هذا ونص عليه في العقد الذي هو نظم في في في, في العصر لنافع قال لكن يوسف أي يعقوب أبو يعقوب له وجيه يضعف، لكن يوسف له وجيه يضعف. علي حال الشاهد من عندنا هو لكن يوسف، هذا شطر البيت، له وجيه صغير وجه، له وجيه لأن وجه صغير وجيه وجيه، إذا أردت أن تصغير وجه فتقول له تقول وجيه أو وجيه بالواو أو بالهمزة، لأن ثابت وجه وأوجه ووجوه، فإذا صغرت تقول وجيه أو تقول وجيه صغير. لكن يوسف بالفتح له وجيه يضعف، أي يوسف الأزرق له وجيه يعني وجه الفتح ضعيف، صغر وجيه اللي يدل على ضعف هذا الوجه، ثم أكدوا بقوله يضعف أي أن هذا الوجه وجه الفتح عن ورشين له هو ضعيف. وعلى أي حال هذا ما يعني آخر باب من باب ياءات الإضافة، وقد فصل الناظم رحمه الله في هذه اللفظة وهي لفظ ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبين لورشين أن فيها أن له فيها يعني الوجهين الإسكان وهو رواية وهو الرواية وهو المعول عليه، ثم وجه الفتح وهو اختيار ورشين رحمه الله تعالى بدون أن يأخذه على عن شيخه على شيخه نافع رحمه الله. كالكل في محياي أي كل العشر عن نافع قرأوا بالإسكان، بإسكانية في محياي. ثم قال لكن يوسف له بفتحه وجيه يضعف، أي يوسف عن ورش له وجيه يضعف عن ورشين. كالكل في محياي لكن يوسف له بفتحه وجيه يضعف، هذا هذا البيت من 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 النظم من الغازي رحمه الله في تفصيل العقد، تفصيل العقد العقد في قراءة نافع. ابن غازي رحمه الله هذا له نظم رائع، فنظم ما تركه ابن بري في القراءة العشر. ابن بري لم ينظم القراءة العشر، إنما نظم رواية ورش من طريق أبي يعقوب واحد، ورواية قالون من طريق أبي نشيط يعني فقط. فجاء ابن غازي في القرن يعني في القرن التاسع وبداية القرن العاشر 900 وهذا و19، فجاء كمل ما يعني ما لم يذكره ابن بري رحمه الله. فإذا يعني القراءة العشر يعني من أراد أن يجمعها يقرأ الدرر هذا الذي نحن لا نتذكر فيه، ثم يزيد عليه تفصيل العقد لابن غازي رحمه الله، فيكون قد جمع الطرق القراءات العشر المروية عن نافع. ثم قال الناظم رحمه الله القول في زوائد الياءات على الذي صح عن الرواة
لنافع زوائد في الوصل منهن زائد ولا مفعل. لما يعني الناظم فارغها رحمه الله من ياءات الإضافة وفصلها وبين الخلاف الحاصل بين ورش وقالون، وأخبر أن قالون فرض بإسكان الياء من ياءات الإضافة التسعة، أتبعها بما يسمى بياءات الزوائد، أتبع هذا بما يسمى بياءات الزوائد للمناسبة، لأن الياء الإضافة ثم ياء الزوائد فبينهما مناسبة. وكما فعل قبله الإمام الشاطبي، كذلك الإمام الشاطبي لما فرغ من ياء الإضافة أتبعه بباب الزوائد، فيكون هو قد الناظم رحمه الله بن مري قد اقتدى بغيره من الأئمة، والاقتداء بالأئمة سنة متبعة عند علمائنا، أن تقتدي بالأئمة الكبار هذا سنة متبعة. فذكر الناظم الياءات الزوائد، قال القول يعني الحكم أو كذا، القول في زوائد الياءات، في زوائد الياءات، زوائد جمع زائد أو زائدة، زوائد سميت هذه الياءات زوائد لأنها غير مرسومة في المصحف، غير مرسومة في المصحف، إذن تثبت في اللفظ تلفظ بها ولكن لا ترسمها في المصحف، فهي زائدة في اللفظ دون الخط أي دون المصحف، تلفظ بها ولا ترسمها في المصحف. وهذا يدل على أن القرآن لا بد لك أن تقرأه على شيخ، ولا ينبغي للإنسان أن يأخذ القرآن من المصحف إلا إذا قرأه على الشيخ. كهذه فهناك حروف يلفظ بها وهي ليست مرسومة في المصحف، والعكس هناك حروف مرسومة في المصحف ولكن لا يلفظ بها، مرسومة في المصحف ولكن لا يلفظ بها. فمن جملة الحروف التي يلفظ بها أي يقرأ بها ولكنها لا ترسم في المصحف، هذا الباب ما يسمى بياءات الزوائد. نافع قال أخبر الناظم يعني قال القول في زوائد الياءات على الذي صح عن الرواة، أي هذه الياء الزوائد يعني التي صح منها عن الرواة، ماشي يعني الإنسان يزيد الياءات، لا، أن تكون الرواية صحيحة في هذه الياء الزائدة على الذي صح عن الرواة. إذا لم تصح الياء عن الرواة فلا تزيدها لا لفظا ولا رسما، إذن الشرط فيه أن تكون صحيحة عن الرواة، رواية يعني صحيحة عن الرواة يعني نقلا ورواية إلى غير ذلك، قراءة إلى غير ذلك. الياءات الزوائد اختلف فيها القراء، بعضهم حذفها جميعا أي لم يقرأ بأي ياء الزوائد اتباعا للرسم، اتباعا للرسم يعني لم يزيد ولم ينقص على الرسم، وبعضهم أثبت بعضها وحذف الآخر، وبعضهم أثبت ياء واحدة من الزوائد فقط. وأكثر من زاد في الياء الزوائد هم ثلاثة، نافع وابن كثير وأبو عمرو البصري، هذو هم لهم الأكثرية في ياء الزوائد. الذي الآن نحن يعني يخصنا هو قراءة نافع. لنافع 49 ياء من الزوائد، 49
ياءات الزوائد لنافع. المجموع التي قرأ بها نافع في ياءات الزوائد 49. بعضها اتفق ورث وقالون على زيادتها. اتفق ورث وقالون على زيادتها، وهي 18 ياء التي اتفق فيها قالون وورث على زيادتها 18 ياء من ياء الزوائد. وانفرد ورث ب 29 ياء، يعني أثبتها ورث وحذفها قالون. وانفرد قالون عن ورث بياءين فقط، بياءين فقط. إذن اتفق المجموع عن نافع ماذا ذكرنا؟ 49 ياء التي زادها نافع. اتفق ورث وقالون على 18 ياء، وانفرد ورث عن نافع عن قالون، انفرد ورث عن قالون فيما يخص قالون بتسعة وعشرين ياء، وانفرد قالون عن ورث بياءين فقط. الناظم رحمه الله ذكر بما اتفق عليه ورث وقالون كما سيأتي. قال: القول في زوائد الياءات على الذي صح عن الرواة. زيد: لنافع زوائد في الوصل. لما ذكر يعني عنوان لنا ياءات الزوائد وأنها لابد أن تكون صحيحة وكذا، وأنها سميت ياء الزوائد، دخل لنا في الموضوع، دخل لنا في الموضوع وهو نافع، الموضوع لأجل هذا الرجز. قال: لنافعين. زيد: لنافع زوائد في الوصل. لنافع زوائد في الوصل. زوائد، زوائد هي ممنوعة من الصرف، والممنوع من الصرف لا ينون، ولكن ننون لأجل الوزن، لأجل ضرورة الشعر. لنافع زوائد في الوصل، أي نافع له زوائد في الوصل فقط، أما إذا وقف يحذفها. إذا وقف نافع يحذف هذه الياءات فيقف اتباعا للرسم، فإذا وصل زاد هذه الياء، لأن المصحف ليس في هذه الياء، ولهذا كان الوقف موافق للرسم، الوقف موافق للرسم، والوصل يزيد هذه الياء، ولهذا الناظم قيد هذه الزيادة لنافع ماذا؟ قيدها بالوصل، أي فيما إذا وصلها ولم يقف عليها. لنافع زوائد في الوصل. إذن علمنا من قوله في الوصل أن نافع إذا وقف يقف بحذف هذه الياءات، فهو المهتدي، فهو المهتد. ألا تتبعاني أفعصيت، إذا وقفت تقول ألا تتبعان، تقف بحذف الياء. وهكذا علمنا من هذا أن نافع يثبت ياء الزوائد 49 في الوصل فقط، أما إذا وقف يحذفها، بخلاف ياء الإضافة المتقدمة فيفتحها مثل ورش أو وقالون، فإذا وقفوا أثبتها. إني يا أعلام، فإذا وقفوا يقرأ إني، لكن ياء الزوائد بخلاف ياء الإضافة. لماذا؟ لأن ياء الإضافة ثابتة في الرسم في المصحف، بخلاف ياء الزوائد هي ثابتة في اللفظ محذوفة في الرسم. فلما كان أمرها هكذا وهي أنها في اللفظ دون الخط، كانت عودت لها أيضا إثباتها في الوصل دون الوقف، دون الوقف. قال: لي نافعين زوائد في الوصل. قال: منهن زائد، هذه ماشي الزوائد التي يعني بها، لا، زوائد يعني بها زائدة عن أصل الكلمة، لا هي فاء ولا لام، هذه الياء الزوائد، لا هي لام ولا ليست لام للكلمة. منهن زائد، هذه الزائدة، ومنها لام الفعل أي أصلية في الكلمة.
بخلاف لاحظنا أن ياء الإضافة كلها زائدة، يعني عن أصل الكلمة، ماشي زائدة في المصحف، زائدة عن أصل الكلمة. إذن يعني هذه فيما يخص زائد ولا زوائد فيها تفصيل، فيها تفصيل. زوائد في المصحف أي ليست في المصحف، وزائد في آخر في هذا البيت يعني به زائدة عن أصل الكلمة. إذا وزن الكلمة لا نجد هذه الياء الزوائد، ولكن منها لام الفعل، أي جاءت في هذه الياء لام الكلمة. مثال ذلك يسري في سورة الفجر، الشفع والوتر والليل إذا يسري، هل في ذلك؟ يسري هذه الياء ياء الزوائد لنافع. هذه الياء اللي هي زائدة عن أصل الكلمة أو هي لام الكلمة؟ لا، هي لام الكلمة. لماذا؟ لأنك إذا صرفت يسري تقول سرى، هل ألف كين؟ يسري سرى، لاحظوا آخر هذا الفعل ألف، يسري في المضارع راجع ياء، فهذه الياء ليست زائدة عن أصل الكلمة، لا هي لام الكلمة، وتسمى زائدة عن المصحف ليست عن أصل الكلمة. فالناظم ذكر زوائد وذكر زوائد، يعني بزوائد الأولى ما زاد عن المصحف، عن رسم المصحف، ويعني بالزوائد هذه التي تقابلها لام الفعل أي زائدة عن أصل الكلمة. مثل المهتدي، سواء الذي في سورة الأعراف وهي ثابتة من الرسم، أو التي في سورة الإسراء والكهف، فهو المهتدي، فهو المهتد. هذه الياء هي زائدة عن أصل الكلمة أو لام الكلمة؟ هي لام الكلمة، ليست زائدة عن أصل الكلمة. لماذا؟ لأن المهتدي من جاء من اهتدى، اهتدى يهتدي، فتزين الكلمة التي لحقت بها ياء الزوائد، توزينها. فإذا وجدت أن الياء ثابتة في الوزن فتعلم أن هذه الياء لام الكلمة، وإذا وازنت الكلمة ولم تجد هذه الياء فتعلم أن هذه الياء زائدة عن أصل الكلمة، زائدة عن أصل. هل فما آتاني الله، آتاني لله، آتاني هذه الياء زائدة، علاش؟ لأن الفعل آتى، آتى، فتكون هذه الياء زائدة. ويعني فما آتاني الله أو آتاني الحكمة، هذا يعني هذه الياء ياء المتكلم، ياء المتكلم وليست لام الكلمة. بحال قول الله تعالى إذا دعاني أجيب دعوة الداعي، الداعي الياء لام الكلمة، دعاني الياء ليست لام الكلمة زائدة، وهكذا الداعي الياء لام الكلمة وهي زائدة في المصحف. إذا وزنت لفظ دعا تقول دعا يدعو، دعا يدعو، دعاني. إذن ما هناك ياء، ولكن الداعي هذا لام الكلمة، الداعي، داعين، أصلها داعين بالتنوين، ولكن لما يزال التنوين من هذا من هذه الألفاظ التي تشبه هذه تعمل الكسرة، ثم تعمل الكسرة إن شئت اكتفيت بالكسرة وإن شئت ذكرت الياء، يعني أثبت الياء، فتقول داعين، داعي، داعي. كيف ما صرفت الكلمة فتجد أن هذه الياء من لام الكلمة، لام الكلمة. ولهذا هذه الياء الزوائد هي على قسمين، قسم زائد عن أصل الكلمة وقسم من لام الكلمة، وكلها في الأحكام سواء، أي كلها زائدة في المصحف غير مرسومة، كلها تثبت في الوصل دون الوقف،
فأحكامها واحدة، أحكامها واحدة. ولهذا يعني نخلص من هذا أن في المصحف يمكن أن تكون أن يكون الحرف أصلي في الكلمة ولكنه يحذف من المصحف، غير موجود في المصحف، الحرف يكون من أصول الكلمة ولكنه في المصحف، في القرآن في المصحف يعني يكون محذوفا، بحال ويدعو الإنسان مثلا، ويدعو الإنسان دعا، يدعو الواو أصلي هنا لا من الكلمة، ولكن جاء في 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 القرآن ويدعو الإنسان بغير واو، ويدعو الإنسان، فيكون هكذا يعني سبحان الله. كما ذكر الحافظ أبو عمرو الداني، هذا مما يدل على معجزة القرآن الكريم، على إعجاز القرآن الكريم. فأحيانا يخالف ما يعني الخط الإملائي، يخالفه القرآن في هذا القدر. كفاية، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.